المفكر القومي لكي يتناول تجربة موجودة ومعاصرة، تجربة الوحدة الألمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية يعني قبل ما أبدأ. أنا وراك. شوف. السنة اللي فاتت مثل هذه المناسبة كان هناك ندوة في الذكرى 50 للكرة المصرية السورية في نطاق التحرير، تشرفت بإلقاء محاضرة عن الوحدة العربية في القرن الجديد. كان جالس في الجلسة الأستاذ الكبير الأستاذ الدكتور عمر المصري، وكان حوالين ما هي الظروف والتحديات التي يمكن أن تنشأ فيها الوحدة من ناحية الظروف الأرضية والأكاديمية إلى آخره. السنة الحالية لما فكرت لما جئت هذه الندوة فكرت ماذا يمكن تقديم جديد. السنة اللي فاتت كنت بتكلم عن الوحدة في القرن الجديد، القرن الجديد هو القرن 21، فالسنة دي ممكن الواحد يتكلم على إيه؟ فلقيت يمني المحادثة انه صراحة داري يتم الحديث عن تجارب الوحدة. الحقيقة انا بنتمي الى منهج ربما اسسه الاستاذ الدكتور محمد بيطار، وهو المنهج الذي يقول ان التاريخ منطق. اذا كان التاريخ منطق فنتفق اولا ان كل الظاهرة التاريخية تجري وتتكرر ولها تكرارياتها وانتظامياتها، هناك منطق يختفي وراءها. فاذا اردنا ان نبحث في ظاهرة ما علينا أن نرجع هذه الظاهرة في تاريخها وفي تكرارها لنرى ما هي الضوابط والأحكام التي حكمتها في تكرارها. طبعاً امبارح هي كنا نتكلم عن في حزب الوفاق عن تجربة الوحدة الألمانية، والحقيقة أنا شفت أيضاً أن تجربة الوحدة الألمانية هي تجربة رائعة كما يقول الأستاذ الكبير وفيلسوف القومية العربية أبو خلدون صقر كاسبر البصري، أنه تجربة الوحدة الألمانية منذ تاريخ قبل 18 حتى الآن تجربة ممتعة جدا، وهناك أوجه تشابه وتماثل مع الوضع العربي من قرنه حتى هذه اللحظة. إزاي؟ الحقيقة الوحدة الألمانية بشكل سريع مر على جزء التاريخي في الوحدة الألمانية. ألمانيا في نهاية القرن 18 أو في العقد الأخير من القرن 18 كانت متكونة من 360 وحدة سياسية منعزلة ومنفصلة ومتصارعة. بيحكم 360 وحدة سياسية ديت حوالي 1475 حاكم وأمير ودوق وجراند دوق وماركيز، وكلهم متصارعين، يعني مش زي عندنا 21 ولا 22، لا 1475 حاكم بيحكموا الوحدات السياسية الموجودة في ألمانيا في نهاية العقد 18. وأرجو أن تتذكروا أنا بتكلم على العقد الأخير من القرن 18، 360 وحدة سياسية. هناك نزوع في ألمانيا للوحدة، تبدأ الاندماجات داخل هذه الوحدات السياسية، فتصل إلى حوالي 248 وحدة سياسية سنة 1830. بعدين تنزل إلى حوالي 19 وحدة، يعني حوالي 12 سنة بتنزل من 248 وحدة سياسية إلى 1815 إلى 39 وحدة سياسية. لكن على الرغم من كده كانت هناك نوع من أنواع الانقسامات ونوع من أنواع الصراع والعداء بين الذين يحكمون ألمانيا في هذا الوقت. ثم تتحرك ألمانيا باتجاه وحدتها السياسية زي ما حضرتكم عارفين تماما سنة 1871، تقود ألمانيا وتقود بسمارك الوحدة الألمانية، وتتحقق إلى حد ما ما يسمى الإمبراطورية الفيدرالية أو الإمبراطورية الألمانية سنة 1871. لكن لم تكن ألمانيا قد توحدت بعد بشكل كامل كدولة. ستصل ألمانيا إلى وحدتها الكاملة سنة 1923، يعني بعد الحرب العالمية الأولى ستتوحد ألمانيا كاملة، تكون دولة فيدرالية يسمى الرايخ الأول، ودولة سنة 1923. مفيش 20 سنة 25 سنة بتقوم الحرب العالمية الثانية، ثم تتجزأ ألمانيا مرة أخرى بعد الحرب. طبعا حضرتكم عارفين إن السوفييت اتجهوا بسرعة باتجاه ألمانيا، فدخلوا برلين قبل الحلفاء، الحلفاء وصلوا على ألمانيا فبقوا موجودين في برلين الغربية. نتيجة تحالفات ونتيجة النتائج التي تمخضت عنها الحرب العالمية الثانية تم تقسيم ألمانيا إلى ألمانيتين، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، وتقسيم برلين إلى برلين الشرقية وبرلين الغربية، وبيقام سنة
1961 مش بعد الحرب مباشره يقام سنه 1961 صلب الدين الشهير اللي كان بيتبادل حوالي 175 كيلو متر حائط ضخم واسوار شائكه وابراج مرحبه. وايضا بيحدث شيء ان النزوع الوحدوي في المانيا كان نزوعا كبيرا جدا من اجل التوحد، يقولون المانيا امنا الوحيده. طبعا كانت هناك حالات هروب شديده من خلال او من عبر هذا السور، وبتنشا لاول مره ايضا في التاريخ المعاصر ما يسمى ظاهره الانفاق اللي حضرتكم او حضراتكم سمعتوا عنها في رفح المقسومه نصفين، رفح مصريه ورفح فلسطينيه. بتتم عمليات الانفاق وبيتم انفاق يتم منها هروب الالمان الشرقيين الى المانيا الغربيه. بعد كده في 1998 وبعد سياسه البروسترايكا وانهيار الاتحاد السوفيتي بينشا شيء جديد يختفي لاول مره. الاتحاد السوفيتي كان هناك خصم او عدو يمنع من توحيد المانيا، السوفيات في جهه والتحالف الرباعي، التحالف الرباعي لالمانيا الغربيه كان امريكا وبريطانيا وفرنسا، ودول كانوا بيديروا المانيا وفق المانيا الغربيه وفق نظام عسكري وقواعد عسكريه، ولكل قوه من قوات الحلفاء او جهه من جهات الحلفاء تاثير كبير في المانيا الغربيه، والسوفيات بيديروا المانيا الشرقيه. اذا المانيا سنه في نوفمبر 1998 يسقط سور برلين العظيم زي ما احنا نسميه، وتبدا نزوع وحدوي شديد موجود في المانيا، ويبدا الوحده. وفي خلال عده شهور في 3 اكتوبر 1990 بتتوحد المانيا، يعني المانيا توحدت في العقد الاخير من القرن العشرين. بدات رحلتها في الوحده في القرن في العقد الاخير من القرن ال 18، ثم توحدت في العقد الاخير من القرن العشرين، يعني قرنين من الزمن. قرنين من الزمان والالمان يحاولون ان يتوحدوا، ثم تنهار المانيا عده مرات وتصحح المانيا عده مرات، ثم تقوم مره اخرى من الرماد ومن النار لكي تعيد نفسها مره اخرى ويبقى في ان احنا هنغني للوحده وهنغني للجمهوريه العربيه المتحده مع مطرب القوى الوطنيه الاستاذ احمد اسماعيل.